أهلا بكم في مرايا. منذ أن دشن الملك المؤسس عبد العزيز رحلة بناء الوطن السعودي بدخوله الرياض عام 1902 حتى وفاته عام 1953 تقريبا نصف قرن، وهو لا يتوقف عن الجديد المفيد من أجل شعبه وبلده. المزايا القيادية والإدارية لهذا المؤسس العظيم كثيرة، لكن أبرزها هو أنه لم يكن مترددا أو مسوفا حين يتعلق الأمر بما يخدم مصلحة الحكم ومستقبل الدولة ورفاهية وأمن الشعب. تحت عنوان غير مزايد هو عنوان الإسلام والتقاليد الحسنة. كل خطوة جديدة خطاها عبد العزيز مع رجال إدارته ورجال حربه ورجال سياسته لم تكن سهلة، لم تكن سهلة الهضم ويسيرة التقبل عند أعداء الجديد وأنصار القديم، بحجة الدين تارة وبحجة العادات تارة أخرى. يعني على سبيل المثال، حين أسس الملك عبد العزيز نظام الاتصالات البرقية في هذه المملكة المترامية الأطراف في شكلها التكنولوجيا الأول، يعني النظام البرقي، كان ربما الآن نستبسط هذا الأمر، لكن في حينه كان يخوض معركة حقيقية مع أعداء الجديد. بل إن مجموعة من ما عرفوا في التاريخ باسم إخوان السبلة، وهم الجزء الذي انشق من جيش عبد العزيز عليه بحجج دينية في ظاهرها، كان من مآخذهم على عبد العزيز وجود نظام البرقية ورسالة لابن سعود لمصر واستقبال الضيوف الغربيين. كان المجتمع خاصة في وسط البلاد حديث عهد بما عليه العصر، وكان عبد العزيز الرجل المؤمن العميق الإيمان على يقين من أنه لا تعارض بين التمسك بعرى الدين وفي نفس الوقت الأخذ بأسباب التقدم التقني وبما يخدم مصالح الناس والبلاد المترامية الأطراف. حتى التنقيب عن البترول جوبها بمعارضة من بعض رجال الدين، وبعضهم نصح الملك بأن لا يثق بالنصارى ولا يتركهم باللهجة العامية يدوجون في بلاد المسلمين. وكل هذا موثق ومعروف، وقد ذكر طرفا من هذه الوثائق مثلا السياسي والمؤرخ الراحل المرحوم عبد العزيز التويجري في كتابه لسرات الليل هتف الصباح. زاوج المؤسس بين مسارين، مسار التقدم الإداري والتقني والتعاون مع كل القوى الإقليمية والدولية لصالح البلد والناس، وفي نفس الوقت التأكيد على الانطلاق من الهوية الإسلامية. كان حين يكثر عليه من يكثر الاعتراض على أمر فيه مصلحة عامة ويحتجون بحجة دينية وبعد استيفاء الجدل يقدموا على هذا الأمر. وقد تحدث أحد المقربين من عبد العزيز الشيخ حافظ وهبة، وهو بالمناسبة أيضا صاحب تكوين ديني علمي جيد، تحدث في كتبه عن جانب من هذه النقاشات مع بعض رجال الدين، وكان هو حافظ وهبة نفسه مبعوثا شخصيا ملكيا للنقاش والحجاج حول هذه الأمور. لقد كان عبد العزيز منخرطا في تحديات الحاضر متطلعا لوعود المستقبل، وكان قبل وبعد ذلك قارئا واعيا للتاريخ. كان هو أبو النهضة السعودية الحديثة. عبد العزيز كان قارئا جيدا للتاريخ، وكان ينتخب العبر منه. تربية هي قديمة عند آل سعود، احترام الصغير للكبير، احتراما في المجلس، في تناول الأكل، في مبادرة بالسلام في المناسبات. هذه تربية سعودية قديمة مشى عليها الصغير عن الكبير، وكان الملك عبد العزيز يعمق هذا المعنى في نفوسه. هذا الوعي بالتاريخ وهذا الحفظ للموروث وهذا الفهم لتاريخ الحكم والحكام وتقاليد الأسرة، وهذا الاستيعاب لطبائع الشعب السعودي ولحظات الصعود والهبوط في محطات التاريخ، كل هذه كانت من المزايا الذهنية القيادية لدى المؤسس عبد العزيز، وهي التي جعلته دوما يتقدم خطوة أمام الجميع ويقود الناس للأفضل، كما تخبر مثلا هذه القصة اللطيفة الطريفة برواية أحد أبناء الرعيل الأول من شعب عبد العزيز عن مفاجأة السيارة الأولى في الرياض. خابر لك يوم أول موتر جاء عبد العزيز، دخل مع درواس الثميري وقف عند باب الصفا، ولما غير ترى عدو يقول هذا سحر، كيف حديد يمشي ما يدخل عقولهم.
ويظهر عبد العزيز بيركب فيه ويقضبونه. تكفى يا عبد العزيز، يكفى يا عبد العزيز، هذا سحر بيطير بك. ولا عبد العزيز عزمه جيد، رسب وراح الموتر وقعد يصفقون بيديهم على امامهم، يلا الخير خلنا امامنا يطير، طرب السحر. يظهر مع درواس الثميري ويدوج البطحه ويجيكم عود، يا معود وفرحه، ابشروا بعود ابشروا بعود. لقد كان عبد العزيز يحيط نفسه بنخبه منوعه من اهل الرعي والخبره في الدبلوماسيه والسياسه والاعلام والعلاقات الدوليه والعلم بشكل عام، من كل بلاد العرب وطوائفهم. فكان لديه السوري اللاذقي يوسف ياسين، واللبناني ابن الجبل جبل الشوف فؤاد حمزه، والمصري ابن القاهره تلميذ عبده، والافغاني حافظ وهبه، وكان يتراسل مع صديقه اللبناني المسيحي امين الريحاني، وغير ذلك كثير. ابن رئيس الشعبة السياسية لعبد العزيز حسان يوسف ياسين يخبرنا عن مجلس عبد العزيز هذا. أنا ولدت في سنة 1936 في مكة، فبالتالي معرفتي في مجلس الملك عبد العزيز تبتدي بعد 4 سنين 5 سنين. أول من دخل الملك عبد العزيز كانت الوالد صار مستشار للملك عبد العزيز، وصار رئيس الشعبة السياسية اللي كانت تجمع كبار المفكرين العرب اللي هم دخلوا المملكة. ما تم على يد المؤسس الملك عبد العزيز والنخبة الواعية الصادقة معه هو نتاج مزيج من قوة الإرادة ونقاء الوعي والتحالف مع الأمل والحلم من الآباء للأبناء. كانت إرادة عبد العزيز والثلة الصادقة معه وكان الوعي الصحيح، فكانت المملكة العربية السعودية. هذه المملكة حلم عبد العزيز الكبير وحلم السعوديين معه، نهضة تعانق العصر وأرجلها ثابتة في أديم الجزيرة العربية أرض الحرمين، بلا خوف من تقدم أو انفتاح، وبلا انكسار أمام العالم الغربي الحديث. قال شاعر الملك عبد العزيز الشاعر محمد بن عثيمين رحمه الله: عبد العزيز الذي ذلت لسطوته شوس الجبابر من عجم ومن عرب ليث الليوث، أخو الهيجاء مسعرها السيد المنجب ابن السادة النجب، لكن شمس ملوك الأرض قاطبة عبد العزيز بلا مين ولا كذب. إلى اللقاء.